برجع بجدد التحيات لكل الأصدقاء المستمعين اللي عم بتابعونا بهذا الوقت، ورح منخص بالتحية اليوم أخصائية التغذية كارين يعقوب. كارين، صباح الخير. بونجور. أهلا وسهلا فيك. صافي. كارين، اليوم بدنا نحكي معك عن مضادات الأكسدة، لنعرف منك شو هي مضادات الأكسدة، فوائدها، وين ممكن إنه نلاقيها. خبرينا عن هذا الموضوع. هلا هو اول شيء جسمنا متكون من مليارات الخلايا، يعني معلقين ببعض الكترونات. اوكي، وقتها هيدي من الخليه تخسر من قوتها وتضعف، بتخسر الكترون. بس تخسر الكترون بصير اسمها شوارد الحره، يعني بنقول لها الغاديكوليه. هلا كيف بتصير عمليه الاكسده؟ وقتها واحده من هول الغاديكوليه بتهاجم خليه تانية لتحولهم مثلها على غاديكوليه. اوكي، هلا هول الغاديكولير يعني موجودين طبيعيا بالجسم من خلال الميتابوليزم، وكمان موجودين بالجسم من خلال العوامل البيئيه، مثلا مثل بالتلوث، التدخين من مواد كيماويه مثل المبيدات الزراعيه مثلا، في حتى الستريس بيزيد من عوامل الغاديكولير، قله النوم، قله الحركه، او كمان الرياضه العنيفه كمان معقول تزيد الاكسده. هلا هول العوامل يعني بتساعد زياده الاكسده وبسببه عده التهابات، او مثلا امراض سرطانيه، مشاكل القلب، خطر على بكير. هلا هون شو دور المضادات الاكسده يعني اللي بنقول لهم انتي اوكسيدان؟ هن حيحاربوا ضد هيدي عمليه الاكسده، يعني بتوقف تكاثر الغاديكوليب اللي هن حيكونوا يعني سلبيه يعني على جسمنا. عرفتي كيف؟ فينا كمان مثلا نقول بس نقشر التفاح مثلا ونتركها على معرضة على الهواء بصير لونها بني، يعني بتكون هي قطعت بعملية الأكسدة. نفس الشيء الجسم بصير فيه. بيشبه هيدي، حلو هيدا التشبيه، يعني ضروري نعرف وننتبه لهيدا الموضوع. مظبوط. هلا كمان انه هو في عده مصادر للانتي اوكسيدان مع مضادات الاكسده. هو اكثر شيء يعني بنلاقيه بفيتامينات، المعادن، انزيمات. هلا خلينا نبلش اذا بدك بالفيتامينات. عندنا الكوفيتامين ار، بيتا كاروتين، اللي كلنا بنعرف الجزر، اول ما نقول بيتا كاروتين كلهم بنفكروا بالجزر، بس هو في غير اشياء كمان، غير مصادر من البيتا كاروتين مثل السبانخ، المشمش المجفف، كانتالوب، البراق. في عنا الفيتامين سي كمان غنية من الأنتي أوكسيدان، مثل الفلافل الحلوة، الفواكه الحامضة مثل الليمون، الكيوي. في عنا الفخاذ، البندورة، البروكولي، أنواع من الملفوف، كانتالوب. هلا في كمان شغلة بحب أقولها، إنه إذا حدا بده يستفيد من فوائد الفيتامين سي أحسن إنه ياخذ الأكل طازة، يعني لأنه الفيتامين سي على حرارة عالية، بس نحطه مثلا نحط أكل غني بالفيتامين سي بالمايكروويف أو نغليه هيك تخسر من فوائدها، يعني أفضل ياخذ الفيتامين سي من مأكولات الطازة. وفي اللي بدخنه كتير كمان قلنا الدخان هو بيزيد عملية الأكسدة، اللي بدخنه بدهم يزيدوا من الفيتامين سي بنهاره. مثل شو يعني؟ الفيتامين سي، نعم. ما الفلافل الحلوة، الليمون، الكيوي، البندورة، البروكولي، الفخاذ، أنواع من الملفوف، كانتالوب، هولي كتير غنية بالفيتامين سي. نعم. في عنا كمان الفيتامين اي اللي هو كمان غني بالأنتي أوكسيدان، اللي هن موجودين أكتر شيء يعني بالزيوت، بذر دوار الشمس، بالمكسرات، الفستق، زبدة الفستق، كمان موجودين بس بكمية أقل بالسبانخ، البروكولي والكيوي. هلا هولي كفيتامينات، يعني في كمان غير أشياء مثلا غنية بالأنتي أوكسيدان، إلا مثلا المعادن مثلا مثل الزنك والسيلينيوم. السيلينيوم كمان موجود بالمكسرات، اللحمة، التونة، الحبش، رز الأسمار، المعكرونة، بيضة كاملة يعني مع الصفار. الزنك موجود بالمحار يعني الأويسترز، الكورن فليكس المضاف على الزنك، القمحة كاملة، الكورن فليكس القمحة كاملة، اللحمة، اللبن، الفاصوليا الحمراء، فخذ الدجاج. يعني إذا بتلاحظي إنه
من عدة أكلات، يعني عدة نوع المطعم. هول اللي ذكرتيهم قبل شوي هن اللي لازم نكتر منهم. مضبوط، هول اللي عم عدون هن المأكولات الغنية، الغنية بالأنتي أوكسيدان، بالمضادات الأكسدة يعني. هول حتى اللي ذكرتيهم اللي هن يعتبروا انه هن اكثر اكل صحي. سوري ما عم بسمع. عم اقول اللي ذكرتيهم هن يعتبروا اكثر الاكل، يعني من اكثر المأكولات الصحية. مضبوط، هول يعني المأكولات الصحية كخضرة وفاكهة وهيك، نعم. واللي هن ليش صحية يعني؟ لأنه الفوائد تبعهم هو بيعطينا أنتي أوكسيدان يعني، يعني لازم على كل بحيث. وقعة يكون في عنا نوع من هيدي المأكولات. مضبوط، نعم. هو دايما يعني إنه بنهارك لازم تشكلي أكلك، ومن وين تدخلي هول الأكلات اللي فيهم كتير أنتي أوكسيدان. هلا في غير أشياء كمان أنظمات كنت عم بحكي عنهم وهيك، في مثلا الشاي، الكاكاو والقهوة، كمان هول المادة اللي موجودة فيهم غنية بالأنتي أوكسيدان. في عنا الفلافونويد مثلا، هن فيتونيفريمون اللي هن أكتر شي بالخضرة الفواكه اللي لونهم غامق، يعني بيشتغلوا أكتر شي يعني على الالتهابات اللي بتصير بالجسم. مثلا في عنا الريزفيراتوار مثل العنب الأحمر والنبيذ الأحمر. يعني ليش بيقولوا لك النبيذ الاحمر مفيد للقلب او للصحه وهيك؟ هو لانه فيه كثير انتي اوكسيدان. في عندك الكركم، العقده الصفراء، كمان فيها كثير مضادات الاكسده، الكارتيسين مثل البصل، البلوبيريز، البندوره، التفاح، شاي احمر، هو اللي كمان. نعم. لكن أنا بدي أقول لك شكرا لك لأنك لفتت لنا نظرنا حول هذا الموضوع الغذائي اللي لازم ننتبه له وناخده بعين الاعتبار، المأكولات اللي لازم نقلل منها والمأكولات اللي لازم نزيدها، اللي هي بتساعدنا ليكون غذائنا صحي وسليم. أنا بدي أتشكرك كثير كارين يعقوب، أخصائية التغذية، رجاء شكرا لك. أفتي إلي. أهلا وسهلا فيك. باي.